زي ما حضراتكم عارفين، لما بتشوفوا يعني وجود جلسات طارئة للنواب، وأيضا أنه الغرفتين التشريعيتين اللي موجودين في مصر، غرفة التشريعية مجلس النواب وأيضا المشورة من مجلس الشيوخ، فهو في النهاية الاثنين فيهم دعم، ده كله دعم مجلس النواب باسم الشعب، والشيوخ أيضا موجودين في دعم الشارع المصري ودعم أيضا يعني التفويض لسيادة الرئيس بحماية مصر من أي مخططات. خليني أخد كلمة أيضا ومداخلة من النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير استاذ شفقي، ازي حضرتك؟ ازي مشاهدينا الكرام؟ يا رب بخير. يعني وجود مجلس الشيوخ مع مجلس النواب وجلسه طارئه بتدعي الانتباه، ماذا كان الانتباه اليوم ولماذا؟ خليني اقول لحضرتك، احنا بالامس كانت جلسه طارئه لمجلس الشيوخ، اليوم جلسه طارئه لمجلس النواب. امسا ويمكن منذ قليل انتهينا من جلسه للاحزاب المصريه والكيانات السياسيه، تجمع سياسي كبير، الكل في اصطفاف وطني كبير، وزي ما حضرتك اشرت من شويه مع ان في تظاهرات شعبيه وخروج شعبي بالامس واليوم، وان شاء الله تعالى هنشاهد خروج شعبي كبير غدا بالميادين. كل هذا يدل على اصطفاف شعبي وسياسي وبرلماني، اذا كانت البرلمان بغرفتيه، اذا كان مجلس الشيوخ او مجلس النواب، فهم ناقلين لنبض الشعب وناقلين لاهالينا في جمهوريه مصر العربيه. هذا النبض يقول انه خلف دولته المصريه، خلف قيادته السياسيه، بيدعم قيادته السياسيه، بيشد على يد قيادته السياسيه، وبيشايف قياده حكيمه رشيده قويه. طبعا قويه بتبين لنا قد ايه وصلت قوه الدوله المصريه، قد ايه وصلت الدوله المصريه الان بقت محط انظار كل العالم، بقت محط هبوط طيران لكل رؤساء وقيادات العالم، لان مصر اصبحت هي الصوت الجريء وسط عالم للاسف الشديد مخزي وضمير عالمي، وسط احداث، وسط شعب ينتهك ابسط يعني حقوق الانسان، الذين يتشدقون بحقوق الانسان. اين انتم الان فيما يحدث في فلسطين وما يحدث للشعب الفلسطيني ومن اطفال فلسطين؟ حتى وصل الامر لضرب المستشفيات، لقتل الأطفال، لقتل النساء، حالة مخزية لكيان صهيوني معتدي غاصب لا يحكمه أي قواعد إنسانية أو أحكام إنسانية ولا حتى قانون حقوق الإنسان الدولي. كل هذا جعل في أمام مصر اللي كتب عليها إنها والأخضر كتبت علينا إن إحنا لا نملك قيادة منطقتنا. طيب خليني اخذ من جمله حضرتك انه كتب علينا ان احنا نملك قياده المنطقه، خليني اسال حضرتك عن هذا الالتحام الرائع لشعب عنده من الوعي، عنده من الفهم، وعندما يتحدث السيد الرئيس الشعب بيكون بهذا الوعي، والترجمة كانت في الشارع المصري، الجامعات المصرية، المحافظات، يعني بعيدا حتى عن الجلسات الرئيسية سواء مجلس النواب أو الشيوخ، ولكن الترجمة اللي موجودة في الشارع المصري كيف تراها؟ طب أقول لحضرتك، هي ترجمة شعبية زي ما حضرتك أشرت كده، جامعات مصر كلها شايفين الشارع المصري البسيط، الانسان البسيط اللي حتى ليس مهتما بالسياسه او بالعمل السياسي. زي ما بقول لحضرتك النهارده، اذا كانت الاحزاب السياسيه مجتمع، انا عاوز اقول ان في حاله اصطفاف من كل فئات المجتمع، شايفين قائد، شايفين تحديات بتواجه امتهم العربيه، واحنا شايفين كتب علينا برضه زي ما كتب علينا ان احنا نبقى قواد المنطقه، واحنا القاده في المنطقه، واحنا الكلمه المسموعه في المنطقه. كتب علينا برضه ان القضيه الفلسطينيه بالنسبه لنا تاريخيا هي القضيه الاولى، واحنا المدافعين الاول عن القضيه، ضحينا من اجل القضيه الفلسطينيه كتير باغلى ما شيء بالدماء، والان نحن واقفين خط الدفاع الاول لانهاء القضيه الفلسطينيه. والسيد الرئيس عندما تحدث بالامس مع المستشار الالماني وقرر ان القضيه الفلسطينيه والامن القومي المصري هو خط احمر، لان القضيه الفلسطينيه هو شاهد وشايف ان القضيه الفلسطينيه بيحاول العدو الصهيوني انه ينهي هذه القضيه بتهجير الشعب الفلسطيني الى سيناء.
عشان يبقى دوله او ارض زي ما بيقولوا بدون شعب، فتنتهي صحيح. القضيه الفلسطينيه وتنتقل المشكله، تبقى المشكله مصريه اسرائيليه، فبالتالي اصبحت مشكله امن قومي مصري. فمن كده انا كانت رؤيه السيد الرئيس وحديث السيد الرئيس امبارح لممثل اوروبا، هو المستشار الالماني ده بصفته يعني معبر عن الراي الاوروبي تمام. كان حديثا قويا، وعشان كده الشارع صحيح. المصري والشعب المصري شاف قائد رشيد حكيم معبر عنه، يعني هو حديث السيد الرئيس هو تعبير عن اراده شعبيه، عشان كده الكل ظهر ثلاثه. يمكن النهارده حضرتك حتى في منطقة لقاء الأحزاب النهاردة، يمكن حتى مرشحين وأحزاب يمكن منافسين في الانتخابات الرئاسية، الكل تناسى الآن الانتخابات، والكل تناسى الآن التنافس، ولكن الكل الحاكم له الوقت أرضية وطنية، وإن شايفين الدولة المصرية في تحديات. يعني أنا اسمح لي هختم بالكلمة المهمة جدا في هذا التوقيت، وهي الأرضية الوطنية الواحدة اللي بنشوفها في الشارع المصري. أشكرك شكرا جزيلا النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل الوطن.